ابرز القوانين يا فندم اللي مفترض الدوله بتجهزها لتدعيم البحث العلمي؟ لا، احنا عندنا حزمه من القوانين والتشريعات كتيره جدا. يعني اقربها لو خدنا من الاسابيع الماضيه بنتكلم على الكلينيكال ترايز او الاختبارات السريريه، وده قانون ما كانش موجود عندنا. ده بيتيح لمصر لاول مره ان يكون هناك قانون ينظم الابحاث العلميه الاكلينيكيه وما قبل الاكلينيكيه، علشان نستطيع ان احنا نبقى نخش في تصنيع أدوية ونخش في تصنيع بعض العلاجات المعينة اللي لابد أن تطلع من دولة علشان يكون فيها قانون منظم لهذا النوع من أنواع الدراسات. بنتكلم على قانون لحماية المبتكرين، بنتكلم على حوافز الابتكار والبحوث علشان يشجع البحث العلمي للتعاون مع الصناعة ويتعاون مع أن الباحثين يكون في مردود للمنتج بتاعهم يستطيع أن هو يستفاد به، والمكان البحثي كمان يقدر أن هو يسوق للمنتجات. في العالم كله البحث العلمي لابد أن يكون هناك ارتباط ما بينه وما بين الصناعة والإنتاج. نحن ما كانش عندنا قانون يسمح بهذا النوع من أنواع الترابط. خلصنا تشريعات كتيرة، كان قانون وكالة الفضاء المصرية ده هيتيح عمل كبير جدا في مجالات الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء وأبحاث بالتعاون مع دول عالمية على أقربها ألمانيا عايزة تتعاون معنا في هذا النوع من أنواع الأبحاث. إحنا يعني شغالين بالتوازي كده في حزم قوانين وتشريعات تسهل، حتى صندوق العلوم والتكنولوجيا اللي كان فيه بعض العوائق في عن طريق الصرف منه إحنا بنغير القانون بتاعه حتى يتاح صرف على البحث العلمي بشكل ميسر على الباحثين. نتكلم على العلوم الفضاء تحديدا، كان هناك توافق مع وكالة الفضاء الألمانية أو اللي هي مسؤولة، هي موازية لوكالة الفضاء ناسا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، والحقيقة هم أبدوا تعاون كبير جدا لما يعلمون أنه إحنا عندنا موقع أصلا جغرافي في مصر متميز جدا على مستوى الدول العربية على مستوى أفريقيا. فهناك تعاون عن طريق تدريب كوادر بحثية وكوادر من العلماء في ألمانيا في هذا المجال هو استشعار عن بعد وعلوم الفضاء. قلنا لهم ان احنا بصدد التقدم لاستضافه وكاله الفضاء الافريقيه، فهم رحبوا جدا ان هم يساعدونا في انشاء المركز التجميع وتصنيع الاقمار الصناعيه في مصر اللي ان شاء الله هيبقى في 2018 هنبدا اول مرحله فيه بالتعاون مع دوله الصين. يعني انا عايز اقول كل ده في النهايه بيصب في البحث العلمي ويحط مصر على خريطه البحث العلمي في العالم. الصندوق اللي انا بشير اليه ده اللي تم اعلانه من قبل السيد رئيس الجمهوريه في عيد العلم ده لرعايه النشء وصغار المبتكرين والشباب المبتكرين. الحقيقه الفكره فيه ان لو انتم تابعتم امبارح اللقاء اللي عمله سياده الرئيس في مركز المؤتمرات امس، كان الغرض منه هو احتضان كل الباحثين العلماء الصغار في السن اللي هم شباب المدارس. احنا شفنا امبارح في المعرض شباب مدارس مبتكرين، ازاي يبقى عندنا صندوق يدعم ويرعى ويكتشف، مش بس يرعى كمان، لان احنا ممكن جدا نكون احنا واحنا قاعدين دلوقتي في هناك عقول كبيرة جدا وعلماء موجودين من سن صغير موجودين في قرى ونبوع مصر، وده مش غريب على مصر. ازاي احنا نبقى عندنا آلية اكتشاف ويكون عندنا حاضنات، وده يعني اتكلمنا فيه وهنتكلم فيه مجلس اعلى الجامعات القادم، ان تنشأ في كل جامعة في مصر حاضنة للتكنولوجيا والابتكار. خلال هذا الشهر والشهر القادم هيكون على أرض الواقع بدء في بناء جامعات إنجليزية أمريكية نمساوية وأيضا مجرية. فإذا احنا بنتوقع أن يكون ما بين 5 لـ6 مجتمعات جامعية عالمية إن شاء الله في العاصمة الإدارية الجديدة. بالإضافة طبعا زي ما هنشوف مع السيد الرئيس الأسبوع القادم إن شاء الله أن في مدينة العالمين في هناك أيضا توسع في نطاق الجامعات، في جبل الجلالة والبحر الأحمر هناك توسع، في الوادي الجديد، في محافظة البحر الأحمر، محافظة جنوب سيناء. يعني عندنا خطة كبيرة جدا للتوسع في الجامعات والتعليم في خلال 10 سنوات القادمة إن شاء الله.